الإمام البخاري بدأ بذكر أول العقبات. إحنا هيجي لنا عقبات بعد كده، عقبة من أصعب العقبات التي قلما ينجو منها إلا القليل، وهي الأماني. الأماني، وهبين لكم إن شاء الله الفرق بين الأماني والرجاء، لأن التمني اللي هو المستحيل، إنما الرجاء قريب المنال. ولذلك ما تقولش إيه له أتمنى لك الخير أو أتمنى لك النجاح والتوفيق، لا، التمني ده حاجة مش جاية، إنما تقول أرجو لك، أرجو لك، أرجو من الرجاء قريب المنال، إنما التمني بعيد المنال جدا، بعيد خالص، كما سنأتي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الحديث تعرفين: ما رأيت أشبه باللمة من حديث أبي هريرة، كقول ابن عباس: ما رأيت أشبه باللمة من قول أبي هريرة: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يمكن أن أقف شوية عند كلمة الأمانية عندما نأتي على الباب الذي يأتي بعد ذلك من كلام الإمام البخاري رحمة الله عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله.